هاد لا فيديو هادي بغيت نوجه الخطاب ديالي بالخصوص للوليدات ديال 5 وخصوصا اللي باغين يكملوا المسيره الدراسيه ديالهم في لا فيليير ديال سيونس ايكو اي جيستيون. فغنقول لك ما تخاف ما تدهش، غير تبع معايا هاد لا فيديو وان شاء الله راك غادي تستافد وغادي تعرف واش هاد لا فيليير غادي تصلح لك، غادي تكون موافقه مع لي زوبجيكتيف مع داكشي اللي باغي توصل ليه، ولا راه بعيده عليك كل البعد وخصك تمشي دير حاجه اخرى اللي غتكون مناسبه لك اكثر. الا كنتي باغي تولي طبيب ولا انجينيور في انفورماتيك او انجينيور ميكانيك، بوسيبل تكون باغي تولي بيلوت ولا حتى رائد فضاء، فهاد الحاله غنقول لك بان لا فيليير ما غاديش تصلح لك، حيت الا مشيتي حتى بعدتي على لي زوبجيكتيف ديالك في الحياه فغادي يغيب الشغف، والا غاب الشغف غادي تغيب داك القابليه للتعلم، وفهاد الحاله غادي تلقى راسك بحال داك الحوته اللي خرجناها من الماء، غادي تبقى تركل 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 وفي الاخر غادي تموت. بالموازاه الا كان عزيز عليك المجال ديال لونتربرونيا، المجال ديال المقاوله، من شي حد من الاقارب ديالك ولا حتى من لي بارون ديالك، فهاد الحاله راه بيان سور راك في التيران ديالك اسيدي. ثانيا الا كنت عزيز عليك لي شيفر، عزيز عليك الحساب، عزيز عليك تغدر الارقام وتتعامل بالارقام باش تفهم بزاف ديال الامور في الحياه، يعني في هذه الحاله غادي نقول لك بان هذه الماده كتناسبك، حيت هذا هو الاصل فيها، هذا هو الجوهر ديال هذه لافيليير هذه. وحتى الا حسيتي براسك بحال داك لو بيتي ديبلومات اللي كاين في الكلاس، قادر تقنع دراري صحابك، قادر تقنع الاساتذه، تقدر تمشي تتواصل مع الاداره، اي مبادره جات فانت هو السباق. هذا ليسبري دو كومونيكاسيون دو نيغوسياسيون عندك من الصغر اني، فكون اكيد بانه ما غيضيعش ليك، وفي هذا المجال ولا في هذه الفيليير غادي تستعملوا وتخدموا بزاف، حيت ما كيكفيش اننا نديروا هنا دي كالكول ونحطوهم حبر على ورق، لا كيخصنا نهضروا بهم، كيخصنا نتواصلوا بهم، كيخصنا نشرحوهم، كيخصنا نوصلوهم، وكيخصنا نحقوهم في ارض الواقع. ودابا غادي نجيكم شنو هما المواد اللي خصني نكون ضابط باش نمشي بعيد في هاد لا فيليير. اول حاجه هما لي مات، لي مات هما الاساس ديال جميع لي فيليير اللي غتبغي ديروا من بعد، وهنا غنحتاجوهم بزاف وبزاف، حيت كاين مجموعه ديال المواد اللي غادي يكون فيهم الحساب، وغادي يكون فيهم لانتربريتاسيون دي كالكول، يعني داك الحساب اللي حسبت خاصني نكون فاهمه، خاصني نكون نعرف كيفاش ندير انتربريتي، ولا ما كانش عندي واحد البروسيس لوجيك فغادي صعب عليا المهمه في الاول. ثاني حاجه هو اللغات، فهنا اولا اللغه الفرنسيه، علاش؟ لان هي باش غادي تقرا هاد نافيليا، فباش نفهم باش نقدر نتواصل، نقدر نجاوب، نقدر نغيديجي، فكيخصني يكون عندي دي باز اون فرونسي مزيانين باش نقدر نكومونيكي، ولاني ماشي غير فرونسي بوحده. فاللغات كاملين مهمين هنا، لان غتكون ماده كما قلت لك حيه. وكاينه حاجه اخرى اللي كيطلبوها وهي الاجتماعيات، وغنقول علاش الاجتماعيات. فالاجتماعيات هنايا غير فيها واحد البارتي من الاجتماعيات قريبه شويه لكيفاش كتقرا ليكونومي، فواحد البارتي هي اننا كنقراو لي دوكيمون، الاجتماعيات تقراو مجموعه من النصوص وكتكونوا مطالبين انكم تاناليزيو داك النصوص، تحللوا داك النصوص، فداك التحليل ديال النص كيفاش كتعامل مع الكلمات، تفهم الكلمه، تحلل، تعطي الراي ديالك، داك لوبينيون هنا مهمه في الاقتصاد والتسيير، مهمه وبزاف تكون عندك هذه المهاره وتكون ضابطه. وثالث حاجه هو انك فاش كديرها من سيزيام فكتاخذ لي باز دي باز، يعني تفورما مزيان في سيونس ايكو جيستيون، كتولي تعاود شي حويجات عاوتاني في اليونيفرسيتي، الشيء اللي كيخليك تكون ضابط الامور ديالك وتقدر انك تساير وتزيد للقدام. وكاين حتى بعض لي كونكور ولا في بعض الشركات اللي يفضلوا الواحد اللي كيكون جاي داير هاد لا فيليير من سيزيام على واحد اللي يلاه اختارها من بعد في اليونيفرسيتي. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونلقانا في فيديو ما جاي ان شاء الله.